إذا عدنا من جديد مشاهدينا مع قرب العام الدراسي الجديد، أكثر شيء نفكر فيه ترى وجبة الأطفال اللي يأكلونها داخل المدرسة. نعم. تحاتين هالشيء صح؟ أكيد، يعني دائما أقول أولياء الأمور أو الأم بالذات لها الدور المهم والأساسي في اختيار الغذاء الصحي للأبناء. أكيد. نعم. افتخار. واليوم أيضا عندنا جهات رقابية يعني شديدة الرقابة والحرص على المنتجات الغذائية، هيئة الغذاء والتغذية. نعم. اليوم حرصها ما شاء الله الجميل أنها هي اليوم تحرص على المقاصف المدرسية، المنتجات لازم تكون صحية من مشروبات وأطعمة وغيرها من الأمور اللي شددت الرقابة عليها إن شاء الله في المدارس الحكومية وحتى المدارس الخاصة افتخار بعد. نعم. لذلك مشاهدينا مساحتنا الحوارية راح نسلط فيها الضوء على الغذاء الصحي للطلاب والطالبات اللي يزيد من نشاطهم، اللي يحافظ على صحتهم وأيضا يزيد من التركيز والانتباه. معنا الأستاذة نوال الجزاف من الهيئة العامة للتغذية والغذاء، حياك الله ويا هلا ومرحبا فيك. وراح نتكلم عن جزئية جدا مهمة خصوصا مع قرب نقول عودة المدارس والطلاب والمراحل الدراسية أستاذة نوال مختلفة، يعني من نقول الروضة خلينا نتحكى للجامعة، ولكن في فئة عمرية جدا مهمة هم الأطفال. اليوم هل في نقول معايير أساسية لاختيار الغذاء خصوصا لطلاب المدارس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يسعدني ويشرفني ان انا اليوم مع بدايه انطلاق يمكن القطاع الخاص بلشوا تدور العام الدراسي، نقول لهم كل عام وهم بخير وان شاء الله طلبتنا في المنتصف من سبتمبر. بالنسبه حق معايير التغذيه، طبعا معايير التغذيه المدرسيه لها اسس معينه، لها احتياجات معينه، مثل ما ذكرتي ان تغذيه الاطفال تبدا من سن الروضه الى المرحله الثانويه، فهناك اختلاف في هذه المعايير من ناحيه الكميات، من ناحيه السعرات الحراريه. صحيح. بالاضافه انها لازم تكون كلها تشمل كافه المجموعات الغذائيه اللي هي مجموعه الخبز والحبوب، مجموعه الخضار، الفواكه، البروتين، الالبان، وايضا لا ننسى الماء. نعم. نعم نعم بالتأكيد. يعني اليوم مع قرب العام الدراسي الجديد هناك الكثير من اللوائح اللي حطيتوها إن شاء الله للمقاصف المدرسية، ودنا نتكلم عنها، شنو هي الأشياء المسموحة والأشياء الممنوعة على أساس احنا كنا نسمع قبل يعني حالات تسمم، ممكن يكون أيضا بعد ما شاء الله قمنا نشوف سمنة عندنا بسبب الأطعمة يعني الغير صحية للطالب واللي تأثر حتى على أدائه في المدرسة. من ضمن معايير التغذية أنه لازم يكون في جهة بالدولة هي المسؤولة عن الرقابة على ما يباع في المقصف، ولله الحمد احنا في 2021 يعني انطلقت لائحة المقاصف المدرسية المعتمدة من ايضا مجلس الوزراء وإدارة الفتوى والتشريع. فهذه اللائحة تحتوي على مجموعة من المواد اللي هي الشق الأول، جزء منها الاشتراطات الصحية للشركة اللي حابة تورد أو سواء مستثمرة. نعم. داخل المقصف المدرسي، وأيضا الشق الثاني يحتوي على المعايير التغذوية المدرسية وفيها لائحة المسموح والممنوع، وأيضا المواد اللي ممكن تكون المادة مسموحة ولكن المادة الغذائية مسموحة ولكن فيها مواد كثرة استخدامها فإحنا نوخر عنها، مثلا نيترات الصوديوم، السكر، الملح، الدهون المهدرجة، في بعض المواد الغذائية هني المفروض ممنوع استخدامها. بالإضافة إلى الممنوعات طبعا اللي هي المشروبات الغازية، مشروبات الطاقة، الحلاوة، المصاص، الجلي، هذه كلها من الشغلات الغير مسموح فيها. نعم نعم. أستاذة نوال، معروف على الكويت من الدول المتقدمة في السمنة، وللأسف يعني خصوصا سمنة الأطفال. اليوم هل لكم دور في نقول كيفية التعامل مع هؤلاء الفئة اللي يعانون من السمنة؟ نعم. احنا في تعاون مع وزارة التربية. نعم. والصحة المدرسية. الصحة المدرسية هي الجهة اللي تقوم بأخذ الأوزان الطلبة من بداية العام الدراسي، وبناء عليه إذا في أي حالات من السمنة أو زيادة الوزن يتم تحويلها. نعم. للجهات المختصة اللي هم أخصائيين التغذية. نعم. المتواجدين في وزارة الصحة. نعم. إحنا دورنا مكمل في هيئة الغذاء اللي هو توفير غذاء صحي وآمن وسليم إلى المقاصف المدرسية. نعم. نعم. على هذا الحديث أستاذة نوال، توفير غذاء صحي وهذا المفروض اللي حصل، يعني حتى لو كان في اللانش بوكس اليوم الأم مثلا بمساهمة الطالب أنه يساعد يحضر الوجبة اللي يبيها للمدرسة، نبي نعرف المسموحات والأمور الممنوعة أصلا المفروض تنحط داخل اللانش بوكس. صحيح. طبعا قبل لا أنا أحط كولية أمر اللانش بوكس لازم أول شيء شلون أشتري اللانش بوكس. صح. في مواصفة للانش بوكس. أولا إذا كانت من البلاستيك يفضل أن يكون رقمها 5،
انتبهوا على هالنقطة. إيه يعني تكون دائما في خلف الحقيبة مثل علامة تدوير ورقمها 5. 5 آمنة لما تحطينها في في الثلاجة، آمنة لما تحطينها بالميكروويف، آمنة حتى لما تغسل في غسالة الأطباق. نعم. أيضا أنها تكون خالية من مادة البيسيفينول اللي هو مكتوب البي بي اي فري. هذه المادة أثبتت الدراسات أن إذا كان الطالب يستهلكها أو الطفل تأثر على الدماغ وأيضا تأثر على النمو، فلازم نختارها أن هي خالية من مادة البيسيفينول. نعم. زائد الحين الأفضل أن احنا نستخدم اللي هو الستانلس ستيل ويكون مقسم. ليش يكون مقسم؟ على أساس أن أنا أبعد المواد النيئة عن المواد الأخرى اللي تكون مصنعة. يعني مثلا إذا كان عندك التوست ما يصير مثلا يلامس مادة غذائية أخرى، فأنت لازم تكون مقسمة أفضل. تقسيمة الحقيبة الطالب التغذوية المفروض تحتوي على كافة المجاميع، فيها توست فيها صمون، نبتعد عن البيض، نبتعد عن اللحوم المصنعة. ليش وايد ناس يقولش نوال البيض مثلا مفيد؟ صح. ليش ما نحطه في صح. وجبة الطالب؟ ياخذ وقت، يعني إذا أنت بتحضرينه 6:30 الصبح والفرصة الساعة 9، وفي مثلا فرصة المتوسطة والثانوية ترى يعني أوقاتهم مختلفة. ممكن تكون هذه العلبة نافذة للهواء، فيتعرض المادة الغذائية البيض للهواء ويصير فساد، ومن ثم يأثر على الطالب ويسبب له التسمم. نعم. أستاذة نوال، تطرقتي إلى التعاون ما بينكم وبين أيضا وزارة الصحة والمشاريع الخاصة من قبل الهيئة وأيضا وزارة التربية. لو نتعرف أكثر عن نوع التعاون، يعني هناك بعض الطلبة عندهم مشاكل أو عندهم أنواع من الحساسية، اليوم أنتم على دراية في هذه الأمراض اللي يعاني منها الطالب؟ طبعا احنا ما غفلنا في اللائحة، أيضا في نص أو مادة صريحة بخصوص الحالات الخاصة، مو بس الحساسية الغذائية. نعم. ممكن احنا مثل ما ذكرتي في بداية الحوار أنه في هناك سمنة وتوابع. نعم. السمنة عندنا السكر. صحيح. سكر الأطفال. فالحالات صحيح. الخاصة عادة اللي تحصيها هي الصحة المدرسية. نعم. يعطون إخطار لولي الأمر بداية السنة ويتم تبليغه إذا كان الطالب يعاني من حساسية غذائية أو مرض متعلق بالتغذية مثل السمنة، أمراض القلب، السكر وغيرها من الأمراض المتعلقة في التغذية، وإذا كان هو ولي يوفر له الأكل ولا حاب المقصف المدرسي. طبعا الشركات اللي تم اعتمادها هي 26 شركة لهذا العام من أصل 50 شركة، فتم اعتماد فقط 26، 6 منهم من شركات التجهيزات المتخصصة في التغذية، فيها أخصائيين تغذية. جميل. يقدرون أولياء الأمور إذا حابين يتوفر لهم الأكل من المقصف، إذا عنده حساسية مثلا عنده حساسية لاكتوز، حساسية الجلوتين، الشركات هذه تقدر. نعم. تتوفر. نعم. وبالنسبة للمكسرات، يعني ليش ما تمنع من المدارس أستاذة؟ يعني في أطفال صغار، يعني حتى لو يعرف أنه عنده حساسية ممكن يشاكون بعض بالأكل، وهذه صحيح. مشكلة كبيرة، في بعضهم يعاني من حساسية مفرطة تجاه بعض أنواع المكسرات. طبعا المكسرات هي عبارة عن بروتين وسناك صحي حق الجميع. صحيح. ولكن الحالات الخاصة يتم إدراجها في المقصف، يعني من خلال زياراتنا للمقاصف المدرسية في معلقين داخل المقصف أسماء الطلبة اللي عندهم حالات خاصة. نعم. في توجه إن شاء الله لتعديل اللائحة من أول وديد، في شوية أمور مستجدات عليها، ومن ضمنها لأن الكويت فيها نسبة عالية من حساسية البقوليات أو المكسرات. نعم. أستاذة نوال، أحيانا لو بسترجع إحنا ذاكرتنا أيام أول، الفرصة تكون يعني قصيرة أو زحمة، فما يمديش توصلين للمقصف وتاخذين الوجبة. في اليوم لو يعني حابة تعرف من خلالك نصيحة لكل أم تحضر نقول اللانش بوكس مع أبنائها، شنو تحرص يكون موجود، يعني نوعية الأكل أو شنو الأصناف اللي لازم تكون متواجدة في هذا البوكس؟ طبعا اللانش بوكس مثل ما ذكرت أنه لازم تتكون من أغلب المجاميع الغذائية. الوجبة المدرسية هي مو وجبة رئيسية، هي وجبة تساعد الطالب أن تعينه خلال اليوم الدراسي. نعم. فالمفروض أنه هو ماخذ وجبة الفطور في البيت. صح. يعني أصلا المفروض ما تتعدى حتى الحين أغلبهم ما يحبون يتريقون أستاذة نوال. يعني أغلب الأطفال الحين يقولك أنا توني قاعد من النوم ما أبي أتريق. صحيح. يعني هي عادات، يعني ممكن عادات، ممكن عوامل. نعم. وراثيه. نعم. ممكن عوامل اجتماعيه، ممكن انا فيني فقر دم فما اشتهي اتريق على طول. صحيح. ممكن عوامل اجتماعيه ما في احد يعني يشاركني وجبه الفطور، فهذه كلها عوامل. ولكن تلاحظين على الطالب خصوصا اول 3 حصص يكون شنو احرص احط له في الصندوق.
شنو احرص احط له؟ يعني شوفي احنا دائما نقول التوست سواء الاسمر والابيض، طبعا الافضل هو الاسمر. الفرق مو بس بالسعرات، شيء بسيط، السعرات هي الفرق في القيمه الغذائيه ووجود الالياف. نحاول نحن نحط الاشياء اللي ما تخترب او ما تتلف، مثل الالبان، الاجبان، اللبنه، الجبنه. نبتعد مثل ما قلت عن البيض واللحوم المصنعه. نعود عيالنا على وجود استكي الخضار. يمكن احنا بعد هالسنه من موفرين من العام، يعني حتى البنت اللي بالثانويه لو ماشيه على دايت معين تبي مثلا سلطه معها بروتين في سلطه الجبن ايضا متوفر. فكل الحالات او كل الاشخاص اللي ماشيين حتى على برنامج غذائي متوفره اصناف كثيره معانا في المقاصد. هذا توجه مهم جدا لازم ان احنا نسويه في الكويت، لان عندنا يعني معدلات السمنه في ارتفاع. فانا اعتقد ان الاكل هو اهم المسببات واكثر المسببات لارتفاع السمنه وبعض الامراض المرتبطه حتى في السمنه. ففعلا مبادره جميله منكم بان فعلا بعض الانظمه الغذائيه اللي ممكن الطالب يتبعها حتى في المدرسه، ما يقول ان المدرسه راح تخرب علي وشنو انا اكل. لا بالعكس، يعني هذا شيء جديد وجميل انه يكون متوفر. اخيرا ودي اتكلم عن نقطه وايد مهمه، حتى مطارة الماء اللي نحط فيها الماء، هل لها أيضا معايير معينة لاختيارها؟ اليوم الطالب يحط الماء ويقعد فيه مدة طويلة وساعات طويلة علشان يشرب الماء بعد. طبعا الماء أيضا متوفر في المقاصف المدرسية، وفرنا كافة الأحجام من 200 ملي إلى 500 ملي. طبعا المطارات الماء لما نتكلم عن قنينة الماء نفسها هو استهلاكها مرة واحدة، لكن مثل ما ذكرت في بداية اللقاء أن نشيك على الرقم اللي موجود في أسفل العبوة أو المطارة اللي تشتريها. لازم تكون مواصفتها أن هي مو استعمال مرة واحدة اللي هو التعبئة للمرة الواحدة، لازم تكون رقم 5 هي السيفتي، زائد أنه ممكن تكون مبطنة بالستانلس ستيل على أساس تحميها من ناحية البرودة. ولكن يمكن احنا ليش نزلنا الماء في المقاصف؟ يمكن كانت في شكاوى من الادارات المدرسيه ان في بعض الطلبه يقوم يحط فيها مشروب طاقه، يحط فيها قهوه، فمن كذي حرصوا الادارات المدرسيه انها تكون شفافه عشان يقدرون يشوفون الماده الغذائيه. نعم اكيد، شكرا لك. ولكن سؤال اخير قبل ما اختم، يعني يا ريت مخرجنا، الاسعار اكيد الحين اللي يشوفونا ولي الامور يقول لك اوكي وفرنا غذاء صحي، ولكن شلون الاسعار؟ هل هي في متناول الجميع؟ الاسعار مناسبه؟ طبعا الاسعار حددتها وزاره التربيه. نعم. هي بعد ما احنا نعتمد ينتقل الشق هذا الى وزاره التربيه، ولكن احنا اطلعنا على البعض منها. يعني الفطيره هي تنباع اساسا تورد يعني باسعار اقل من 100 فلس وتباع 100 فلس. نعم. لكن مثل ما ذكرنا كل ما زاد العمر والكواليتي طبعا كله بنفس الستاندر. نعم. ولكن الاحتياجات تفرق، يعني ما بين وجبه الدايت والسلطات تفرق من الحجم بالاحجام، ولكن اسعارها معقوله استاذه نوال، معقوله في متناول اليوم. نعم. يعطيك الف عافيه استاذه نوال الجرزاف، شكرا لك على حضورك معنا في صباح الخير يا كويت. شكرا لهيئه الغذاء والتغذيه على حرصهم الدائم لتوفير او الحرص دائما ورقابتهم بالنسبه للاطعمه الغذائيه اللي تباع في المقاصف المدرسيه سواء كانت في المدارس الحكوميه ابتكار او حتى المدارس الخاصه. نعم، ما زال عندنا المزيد من مساحات حواريه، ولكن من بعد هذه الفقره نشوفه ونرجع لكم. Thank you.